بس ناخذ ولادي. السلام عليكم، انا سميتي فوزية الحسناوي من مدينة سيدي سليمان ديال الغرب. القصة ديالي انني دفع وليداتي، ثلاثة الوليدات عندي في جمعية ابني لمدة 9 سنوات. الاب ديالهم كان مريض وما لقيت لي عليه قبلهم ليا، ودخلتهم للجمعية باب الملاح. دابا مؤخرا البنت عرضت لي الاغتصاب، لي الصغيرة كاع عند 10 سنوات عرضت لي الاغتصاب. دابا كان طالب بس حق بنتي، ناخذ حق بنتي. شحال هذه المده باش عرضت؟ تعرضت دابا لي هو المده بتعتقل، مسار ثلاثة تعتقل. اذا المغتصب دابا اللي قام بالجريمة في اعتقال. في اعتقال. باش توصلتي بالمعلومات بان الابن ديالك راه عيطوا لي البوليس خويا. اتصلوا بكريزة الشرطة. الشرطة هما اللي عيطوا لي وقالوا لي غادي غدا مع 9 الصباح تكوني عندنا هنايا. فعلا في الصباح مشيت قالوا لي بنتك هي عادي تجي، زات هي وقتها. مي جاو استنطقوهم عاودت لهم التفاصيل. الابناء ديالك شحال هادي هما في دابا 9 سنين تماك. هما متواجدين تما. يعني حطيتيهم في الخيريه وهما باقيين صغار. باقيين صغار. الظروف اللي خلاتك تحطي ثلاثه الوليدات في الخيريه؟ الظروف ان الاب ديالهم كان مريض وما لقيتش اللي عليه قبلهم ليا، كنت كنمشي مع الطبيب هذاك المرض الخبيث الله يستر. المهم ديتهم تماك علاش؟ باش ما يتكرفصوش. غادي نخليهم بوحديتهم وهم بخصوص البنات غادي نخاف عليهم. شكون الكبير في هذه الوليدات؟ البنت عندها 17 عام. قالك بان الابن ديالك تعرضت للاغتصاب من طرف واحد الشاب معاهم تماك 18 عام. وكيف يعقل الولد عنده 18 عام يبقى مع البنت عنده 10 سنين يغتصبها؟ فين هي المراقبه وفين هي المسؤوله اللي كدير الحراسه الليليه؟ ما تراقبش. وبخصوص البنت الصغيره عندي مريضه خويا، ما عنديش يعني صحيحه سويه ماشي نورمال بعقلها. ما كاينش اخويا اللي كيراقب دابا، هادو في واقعيا ما كاينش اللي كيراقب. مخلينا داك الشيء هباء منثورا. ما دايرينش المراقبه ويراقبوا الدرالي. وبخصوص البنت مريضه، باقي البوليس ما كملش البحث، البوليس باقي محضر عندهم، باقي ما تبعوش الوكيل الملك. شحال هادي؟ دابا هادي يعني انا بعدا مني داروا لي المحضر، دابا هادي يقول شي 20 يوم اللي داروا لي المحضر انا وبناتي. دابا كنطالب من المسؤولين ياخذوا لي حق بنتي، والمجرم يعطيه اقصى عقوبه، يتعاقب وتعاقب حتى المسؤوله اللي في الجمعيه اللي كتبات معاهم بالليل. حتى هي خصها تتعاقب، حتى هي خصهم يتابعوها قضائيا لان ما دارتش خدمتها. دابا انت تقولي الوليدات ديالك 9 سنين هما في خيريه. اه. وهاد الوليدات كانت عندهم عنايه، كانوا معتنين بهم في خيريه مؤخرا. يعني ما معتنين بهم اخويا والو، الولاد دايما كيتسكاو ليا كيقولوا لي دينا معاك. الوليدات؟ اه. البنات في اخر عطله زبتهم لقيتهم راسهم كلهم قمل، عامرين قمل، تعدت لهم توحيت لهم هذاك الشيء. ما معتنيتش بهم خويا. واصلين عشوا مع 7 ديال الليل. هما دعوا بدي اللي عاودوا لي. دابا ملي كنمشي عندك كيقول لي دينا معاك ولا غادي نهرب ما نبقاش هنا. ملي كنقول له علاش كيقول لي الولاد كبار منا كيحقوا علينا وكيضربونا. دابا البنت اللي وقع عليها المشكل كتشوفيها ولا ما كتشوفيهاش؟ يلا شفت هاد السيمانه اللي دازت. كي دايره الحاله ديالها؟ الحاله ديالها كتبكي ومخلوعه خويا، مأطره مأطره بزاف، عا كتشوفني كتزيد تعنق لي تبقى تبكي. ماما ديني مره وهي كتعرض لها زوج خطرات، خطره في الدوز مسات غساعة ديال في لاباب وزلها لدوز، وخطف الطويط حاسها كدخل معاها للطواليت جوج مرات. زوج مرات. شكون اللي قالت انت هذا الشيء؟ هاد السي قالت لي هي. اه قالت حتى البوليس في المحضر. انت ما حاولتيش ديال الطبيب تعرفي تاكدي شكون اللي خلاني نديها؟ دابا البوليس منعوني قال لي ما تديهاش، خليها تماك عندهم حتى يعطينا الوكيل الاذن ونبات نديرو حنا الخيبه، ما عنديش الخيبه انت. ما خلاها حتى تمشي معايا في هذه العطله هذه. لا هي ولا كنت بغيت ندير منها الخبره بزوج، البنات بزوز بس نصيف نعرف شنو عندهم. ودابا البنت الكبيره سايقه الخبر لهذا الشيء وما قالتليش. واش هذا المشكل وقع غير البنت ديالك ولا كاينين ضحايا؟ لا كاينين ضحايا اخرين، ما بعرفش السكيت اللي قدامي. باش عرفتيهم انت؟ قالوا لي في المحكمه، قالوا لي هذا اللي كتبت عندهم الشكايه
قالوا لي اليوم زو عندي عندنا وحدين خاين وكتبوا لي كتبوا نفس الحكايه بحالك انت دابا اللي كتبتي. يعني كاين حالات خاين. حالات خاين. هادشي خطير. وشكون اللي فزوا هاد القضيه وفرقع على دار الفضيحه حي انا هي واحد ما اغتصبت بنتها. ما بنتها هي اغتصبها هذاني هي اللي قالتها البنت قالتها لمهم ومسات علمت البوليس والوكيل. هو نفس الشخص هو نفس هو اللي كيغتصب دراري. ايوا علاش؟ وفين هي المراقبه؟ المراقبه خويا ما كاينش. ولاد الناس سدهم سدهم غير هكاك لا ما تقابلهمش ما تسدهمش. هذه الجمعية معروفة ترى إشارة ديال الجمعية حنا نقول أنا بالنسبة لي إشارة دار الدعاء دابا هذيك ولاد دار الدعاء ماشي جمعية لي الدار الكبار يغتصبوا الدار الصغار ما بقاش جمعية ولا دار الفساد. أنا ما نكذبش عليك مني هذيك السيمانة اللي دازت مشيت غير بغيت نهضر معاه ما بغاش تهضر معايا عاد بس عاد تفسر لي شنو وقع وما فضلت تقابل معايا علاش؟ شكون هذه المديرة؟ هذه المديرة رفضات عندها تشوف رفضات تشوفني بحجة أن البوليس قال لها ما تهضريش معاها هادشي اللي قالت على الخدمة ديالها خرجوا عندي قالوا لي قالوا لك راه السيدة المديرة ما بغاش ما بغاش تقبلك لأن البوليس قالوا لها ما تستقبليهاش ما تهضريش معاها خلينا منا ليا نعيط نعيط للضابط البوليس قال لك مسيله عندها ولكن ما قلنا لها ما تهضريش مع كاع قلنا لها يعني ما حاولت تتفادي المواجهه على دابا خافوني انا زعما ندبز معاها ولا انا ما ندبز معاها ولكن كون عاقزت عندي تعطيني تفسير لهذا الشيء اللي وقع في الجمعيه ديالها والجمعيه داينها على المحسنين المحسنين اللي كيعاونوها حتى ديك الدار اللي كيباتو فيها الدوري عا واحد المحسن هو اللي كيخلص لك ديالها يعني هي كتسد الملايين على الاولاد ماشي غير على ولادي حتى على ولاد الناس اللي عندها وبالتالي تغتصبوا عندها داخل المؤسسه داخل المؤسسه حتى البنت ملي قالت لها الكريم قبلهم قالت لهم قالت لها دار لي فلان ماشي تمشي تقولها للمديره ولا دير شي حاجه قالت لها دابا نضربو دابا نسي فيه الضرب باقي يضل لي صغير غادي تضربي عندها 18 عام الله يسهل ديالي حق بنتي ما يضيعش وحق حتى ديك الوليدات اللي تغتصبوا معاها ما يضيعش وولادي ناخذهم نحولهم لمدينه القنيطره ما يبقاوش في هذه الجمعية هذه هذا النداء كان موجه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.